شهدت قرية دار السلام بنصر النوبة في أسوان انطلاق قافلة علاجية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة. تضمنت القافلة جميع التخصصات الطبية والصيدلية، بها أكثر من 130 صنفا من الأدوية تم صرفها بالمجان للمترددين على القافلة، وتم تحويل حالات للمستشفيات لإجراء عمليات جراحية وأشعة رنين. القافلة العلاجية في ظل مبادرة السيد الرئيس هدفها الوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا والمناطق البعيدة عن الخدمة الطبية. زي ما قلنا لحضراتكم بننفذ القافلة الطبية على مدار يومين. فكرة القافلة العلاجية زي ما قلنا لحضراتكم الوصول بالخدمة الطبية. النهاردة القافلة معانا بتضم 7 تخصصات طبية مختلفة، معانا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف، معانا خدمة الأشعة العادية، معانا خدمة الأشعة التلفزيونية، معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، الكشف والعلاج في القافل بالمجان. بنبدأ فعاليات القافلة عمل ندوة صحية تسخيفية لسكان المنطقة، بنتكلم في جميع الأمور الصحية والطبية اللي تهمهم، بنوجههم ازاي يحصلوا على الخدمة في القافلة او ازاي يحصلوا على الخدمة كاملة من مستشفيات وزارة الصحة. بيتوجه ثم المواطن بعد كده للحصول على الخدمة الطبية في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي او الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج علاج دوائي، لو محتاج تحليل، محتاج أشعة، بيتم صرفه في القافلة بالمجان. بنوزع التمريض وبنوزع المستلزمات وبندي خدمة علاجية على اعلى مستوى للجميع القرى اللي تابعه التابعين لحياة كريمة، وبندي اكثر من 130 صنف ادويه، وبندي تحويلات وتقارير على نفقه الدوله للمستشفيات المحيطه للمواطن. فيها جراحه وفيها عظام وفيها تحاليل وفيها سكر وضغط واسنان وفيها كل هاي ان شاء الله. الحمد لله ما شاء الله، يا ربنا يبارك فيهم ويكرمهم. ودلوقتي انا عملت التحليل، عملت الكشف الضغط والسكر وحولوني على معمل التحليل، هعمل تحاليله كله مجاني. وبعد ما اعمل التحاليل هخش على العظام واخش على الاعصاب وكله بالمجان. وربنا يبارك في الدكاتره ويبارك في الموظفين كلهم الشغالين، وكله يبارك في كله ان شاء الله يا رب العالمين، ويجعل في ميزان حسناتهم يا رب.